كيفك ليلى؟ منيح. ليكني اجيت؟ سمعتي الرسالة اللي تركت لك اياها بالشريط؟ راح تضلك ساكتة؟ عمر، تتذكر وقت قلت لي انه بدك نختير سوا؟ تتذكر وقت قلت لي انه بدك تموت بين ايدي؟ وقتها اتخانقنا انه مين فينا بده يموت قبل لحتى التاني ما يعيش مقهور من بعده. أنا وقتها كنت صغيرة، كان بدي موت قبلك لأنه ما فيني أعيش من دونك، بس هلأ صرت أعرف إني بحبك أكتر من حالي. شو؟ بيقولوا الأفضل إنه نخبر المريض مو أهله، لأنه بيكون أقوى وأوعى، بيفهم شو عم نحكي. شو يعني؟ أنا رجع للسرطان،